بتشيكا دوميتا ميرا فرعونا افروسي دابتي ماريرا. هلا 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 على اولاد الايه. الله مسابقه كابتن مدحت. هي اولاد الايه رجعت تاني؟ يا اولاد الايه رجعتوا تاني؟ ايوه يا حبيبي، بس ايه عالميه روسيا، وما ادراك ما روسيا. يا نهار ابيض كلها يا كابتن عالميه، اكيد مصر فيها طبعا. امال يا حبيبي دي ام الدنيا. يعني اتنين في واحد يا كابتن مدحت. يا نهار ابيض كومبو يا ابو كريم كومبو. المسابقه الثانيه بقى يا كابتن خلينا انا اقولها. اتفضل. ناولنا الاسئله يا عم كريم. اكمل يا عبد الناصر. واحد، مين هداف كاس العالم بروسيا؟ اتنين، مين المنتخب اللي هيكسب كاس العالم 2018؟ مسابقه ولاد الايه، المسابقه الاقوى في كاس العالم. اتصل على الارقام الموجوده على الشاشه وجاوب على اسئلتنا وخليك واحد من الكسبانين. جايزه اولى 20000 جنيه، ثانيه 15000 جنيه، ثالثه 10000 جنيه، ده غير 10 تابلتس ل 10 كسبانين. تسلم جوائز المسابقه مع نهايه كاس العالم. صباح الفل، احلى فطار لاحلى اسيوطي في الدنيا. صباح النور يا عم لطفي، اوعى تكون نسيت الجرجير. اهو قصادك الجرجير، قصادك اهو. خلي بالك يا عم لطفي عشان الجرجير خسرنا كتير. خرشوا خرشوا خرشوا. مالك يا ولدي، انت اتجننت ولا ايه؟ ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه في القهوه ده؟ لا غريب ولا حاجة، ده ايه ده؟ وايه الكتاب اللي انت ماسكاه في ايدك ده؟ كتاب سحر ده ولا ايه يا ولية؟ انت بتعملي ايه عمل في القهوة يا ولية؟ عملك اسود ومهبب ان شاء الله. بتقول ايه يا ولية؟ ده جاموس. جاموس؟ والله ما في جاموس غيرك ان شاء الله. افهم يا هقول ايه؟ ايوه ده جاموس عربي روسي بتعلم منه. مش احنا خلاص روحنا كاس العالم في روسيا؟ يبقى لازم اتعلم روسي عشان لما اروح وراهم روسيا اشجعهم بالروسي مش بالعربي. هو انت بتعرفي تتكلمي عربي اصلا عشان تتكلمي روسي؟ يبقى يا معلم دايما مكسر مقاديفي كده. روح شوف انت رايح فين عشان عايز اذاكر قبل كاس العالم. ليه خرفانة صحيح؟ خرشو خرشو هو هو. اسمع انت وهو، مفيش تهاون في الماتش ده. مستر كوبر بيقول لكم اوعوا تستهتروا بالماتش ده. لازم نكسب لازم نكسب عشان مسجل مصري مش انزل مننا. عشان يا عم ما خلاص فهمنا بقى. لازم نخرج بشكل مسرب للمباراة، مفيش خسارة خصوصا. خلاص احنا نروحنا كاس عالم. دونت وري مستر كوبر، هنرجع ان شاء الله من الماتش ده بثلاث نقط. ايه اللي انت لابسه ده يا حضري؟ دي طاقيه روسي. طب ولابسها ليه؟ عشان اعرف روسي من رجلي. ايه القلش الرخيص ده؟ انت اللي اسئلتك رخيصه وغبيه. طاقيه روسي. ودي اشتريتها منين دي؟ اشتريتها من الوكاله. من الوكاله؟ نزلت وبضعت كام بلط روسي على كام بوت روسي على حبه طواقي، انما ايه جوز اللوز. يا كابتن لسه بدري على الكلام ده. يا عم بدري ايه؟ انا بجيب من دلوقتي عشان الحاجة كل يوم بتغلى. مساء الخير على الجمهور الكريم. طبعا كلنا خلاص حطينا في بطننا بطيخة صيفي وكلناها وهضمناها بعد ما اطمنا اننا رحنا كاس العالم بعد انتظار طال 28 سنة، بعد ما تزلينا من كابتن مجدي عبد الغني اللي كان كل شوية فكرنا بالجوني. ياه، عايز اقول لكم يا جماعه ان ضيف حلقتنا النهارده هو الكابتن مجدي عبد الغني، وضيفنا الثاني وش الخير المهندس هاني ابو ريده. الله الله الله، انت جايبني تقفش عليا يا كابتن في البرنامج ولا ايه؟ ولا قفش ولا حاجه يا كابتن، ده احنا بنطلع الكابتن اللي كان فينا 28 سنه. طلع طلع يا سيدي، طلع طلع اللي جواك. ما تزعلش يا كابتن، ده مجرد هزار. خليه يهزر شويه يا مجدي، ما انت فعلا كنت سايق فيها قوي يا عم. ده حتى اللي يلاقي دلع وما يتدلعش ربنا يحاسبه. كفاية كده دلع، دي مسخت على الاخر يا ميجو. الله، ما انت عارف الظروف يا هندسة، احنا دخلنا كاس العالم بس ممكن محدش يعني يعرف يجيب جون، وافضل انا اتكلم على الجون بتاعي يجي 10 20 سنة تاني. يا راجل فعل الله ولا فالك،
لعيبة المنتخب دي هتجيب جون واتنين وتلاتة كمان وهيقعدوا على الدكة. قولولي بقى يا كباتن، ايه توقعاتكم لماتشنا بكرة مع غانا؟ يا سيدي خلاص بقى، ما صلاح الخير يا مصر، وصلنا كاس العالم، عاوز منه ايه تاني؟ والله نحن الصلاح ده من اجدع الشخصيات اللي في المنتخب، ده بركة، والله بركة. طبعا شيكابالا هيلعب ماتش بكرة يا عم ميزو، خليه يلعب يمكن ربنا يكرمه ويجيب جون. الشاي يا استاذ كمال، خلوا بالكم انا حجز لكم بكرة صف اول في القهوة. لا اعذرني يا طروة، انا مش جاي بكرة، وانا هتفرج على الماتش هنا. ده مش متزعل على الارض، انا هتفرج عليه بالاعادة. ايه يا جدعان، هو فيه ايه؟ هو انا كل ما اقول لواحد انا حجز لك في الصف الاول يقول لي انا مش جاي؟ الله يرحم ايام ما كانت متشفرة، شفرها يا رب. ده خلاص بقى، كانت خالتي وخالتك وتفرقوا الخليج. ماشي يا خالتي. ياه يبقى عم توطي صوت الماتش ده شوية، مش عارف انام. ما بعرفش هلعب الا مع صوت الجمهور. وانا كمان يا جماعة، انتوا مش مقدرين اللي انا فيه ليه؟ انا عندي ماتش بكرة ولازم انام كويس، ولا انتوا عشان على الدكة مش هاممكوا؟ بقولك ايه، خد القطمة دي حطها في ودانك وانت مش هتسمع اي حاجة. على فكرة بقى، انتوا مش هتسكتوا غير لما اندح مستر كوبر. يا مستر كوبر، يا مستر كوبر. هم يا مستر كوبر عمالين يلعبوا بلاي ستيشن ومش عارف انام منهم. يا ولادي ليه؟ شيكا انت بتبص على ايه؟ هو انت على طول ما قضيها كركر ومرمر يا سعد؟ يا عم ما خلاص روحنا كاس العالم. كان نفسي اكون معاهم. مين دول اللي كان نفسك تكون معاهم؟ يا عم اسكت بقى، اسكت. انا فهمت انت قصدك عليا شيكا. تراهن ان انا اجيب جون بكره؟ يا عم من غير رهان، هات انت بس جون وليك عليا هجيب لك حاجه حلوه. يا ابو الكباتن انت يا سماره يا عسل. فات قدام الشوط الاول يا جو، ربع ساعه يا خالتي. بس المنتخب بيلعب حلو والله. شيكابالا عامل شغل عالي قوي. الله عليك يا شيكا، لعيب جامد يا ابني والله. ياسمين انت هنا وما بتتفرجيش على الماتش؟ معقولة؟ ما خلاص بقى، دخلنا كاس العالم وبعدين ما انت كمان ما بتتفرجيش. خلاص دخلنا كاس العالم، احنا الاول على المجموعة وعندنا 12 نقطة. نص مصر ما بتتفرجش على الماتش، ده القهاوي فاضية. كأننا متفقين ما نتفرجش. ما خلاص احنا وصلنا، بس ان شاء الله هنكسب الماتش ده كمان. خلاص يا بنتي، سواء كسبنا او اتعادلنا او لا قدر الله خسرنا، احنا كده كده في كاس العالم. انا هسافر روسيا مع المنتخب. وانا كمان عاوزه اسافر مع المنتخب. وناخد سارة معانا، ايه رأيك؟ لا لا لا، دي ممكن تعمل لنا ازمة كروية مع روسيا بسبب مواعيدها. ولا يا تراوى، فات قد ايه من الشوط الثاني؟ احنا في الدقيقه 60 يا معلمه. يا شيكا يا شوت، يا شيكا ما شوت يا جدع. الله عليك يا شيكا جامد، هو ده يا شيكا عالمي. عندنا شيكا وانتوا لا الا 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 يوم كان يوم عيد. ايه الشوط الاول خلص ولا ايه برضو؟ خلص. خلص كام؟ 0-0. مين اللي جاب الصفر الاولاني في الدفاع؟ كريم حافظ والمحمدي وربيعه وحجازي والوسط.
النني وطارق حامد وتريزيجيه وعبد الله السعيد وشيكابالا. وزيكا عامل ايه في الماتش؟ مموت نفسه يا معلم. لا الف بعد الشر عليه. يا جماعة تعادلنا يا فقري. يا استميزو شيكابالا جاب جون. يا استميزو ألف مبروك وربنا يتمم بخير. الله رايح بنيار. هروح أكمل الماتش. هو لسه مخلص لسه. أعزائي المشاهدين، منذ دقائق قليلة انتهت مباراة مصر وغانا في المباراة الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم. الحمد لله، طبعا زي ما انتوا عارفين احنا تأهلنا من الماتش اللي فات وربنا كرمنا ودخلنا كأس العالم. ولكن لو جينا تكلمنا عن ماتش غانا، شيكابالا الله يكرمه في الدقيقة 60 جاب الجون في منتهى الروعة. بعدها بكم دقيقة مهاجم غانا أحرز هدف التعادل. مش مشكلة، خلينا نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات بتاعت المباراة وعن البدلاء اللي كوبر استعان بيهم، وهل هيلاعب حد منهم في كأس العالم في روسيا ولا لا. ولكن بعد الفاصل. مش بجد، لا 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 كده، ناس مش اي حد، لا ناس كده، والكره هتاخد، لا مش بغداده، وشوتوا كمان نصد حاجه، مفيش كده. يا ولاد ايه بجد، صحيح ايه رايكوا ايه؟ قولي 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 قولي. بص بص بص، ايه رايك بقى؟ معانا خط النص ناس مروقه، اما خط الظهر مش ناقص تريقه، وهم الناس بحق نجوم ملقلقه. يا ولاد ايه وبكره تشوفوا هنجيب لكم ايه. قولي